أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول السطر، وحديثنا كما تعرفون خلال حلقات ماضية عن دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، هذه البطولات التي ساهمت في رقي الرياضة الخليجية على المستوى الفني، على مستوى المنشآت، على اهتمام الدول، لا شك لها دور كبير. كان حديثي مع الكابتن الكبير وائل سليمان الحبشي الذي شارك في 6 دورات خليجية وفاز ب3 منها مع المنتخب الوطني بكأس البطولة، عن دورة كأس الخليج 10 والتي أقيمت في دولة الكويت عام 1990. اليوم حديثي سيكون مع نفس اللاعب أيضا عن دورة كأس الخليج 11 والتي أقيمت في دولة قطر الحبيبة عام 1992، مع نجوم جدد، مع مدرب جديد. هذه الدورة لها سوالف فايد بعد الفاصل، لأن عودة من الكابتن الكبير وأنسان الحبشي. وائل، كرة مع وائل، وائل سليمان، وائل بينقلها بيلعبها، وائل حطها جول. الله 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 يا مروي، الله يا مروي، الله. حلوة 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 من وائل إلى مروي. مروي يحطها مباشرة على طول اليسار، يحطها بيلة على مروي في الدقيقة 5، يفتح أهداف المباراة المنتخب الكويت الوطني من كرة لاعبها وائل. وائل برافو برافو، حلوة حلوة ملعوبة لعلي مروي. علي مروي بعد ما لعبها لا كرة وائل سليمان الحبشي، لعبها علي مروي، كرة حلوة حلوة. مدى حبيتنا من جديد في برنامج كبول السطر، حياك الله يا منيرة. حياك الله أخي جابر، أمس عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى طاقم العمل المميز. تحدث كابتن وائل سليمان الحبشي، نعود بحديثنا عن دورة كأس الخليج. اسمح لنا أول شيء، أخذناك حلقتين متتاليتين، تعبناك شوي، تحملنا. مع مدرب جديد كامبوس في تلك المرحلة البرازيلي في عام 1992، بدأ الفريق الحضور أو اعتياد على دورة كأس الخليج، المشاركة في كأس خليج 11. كيف تم إعداد المنتخب آنذاك؟ طبعا شاركنا في البطولة العربية قبل هذه الدورة في حلب، ونعم صحيح كانت المشاركة خجولة من الدول العربية 6 فرق، ولكن كان المنتخب المصري والمنتخب السعودي في أفضل حالاتهم ونجومهم، قدرنا نحقق المركز الثالث، نتغلب على المنتخب السعودي اللي هو دول صاحب الدولة المضيفة، وأعتقد كان نوعا ما نتكلم عن إنجاز، يعني ان فزنا على سوريا، وكان سوريا في منتخب السوري في ذاك الوقت من الفرق القويه والمرشح للبطوله. ايضا طلعنا معسكر الى فرنسا. وين عسكرته؟ فرنسا. نعم، كان في مدينه تريد كان، وكان ايضا معسكر مميز كمباريات. شنو تميزه؟ المباريات كانت تجريبيه قويه. قويه. المباريات التجريبيه كانت قويه مع فرق فرنسيه من الدرجه الاولى. طبعا يمكن صحيح ان خسرنا بنتائج ثقيله، ولكن استفدنا من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه التركيز، من الناحيه الفنيه. ايضا المدرب باولو كامبوس في اول تجربه له تدريبات مميزه، تدريبات شيقه، نوع جديد من التدريبات ما تعودنا عليه كلاعبين. يمكن اغلب اللاعبين متعودين على المسافات الطويله، على الجري، على اختبارات اللياقة، ولكن المفهوم الجديد اللي دخل فيه باولو كامبوس أعتقد أعطانا تشويق للتمرين، حب للتمرين أكثر من الطريقة السابقة التقليدية. رحتوا لدولة قطر كفريق في تلك المرحلة مرشح، وأنتم ليس بقليل لقطر، كربما السادة المشاهدين يعرفون أن الكابتن وائل سليمان الحبشي كان لاعبا محترفا
في نادي الريان القطري في مراحل مرت على الكرة الكويتية. لو من وصلت شفت الإعلام القطري الإعلام الخليجي مرشح منتخب الكويت. الكويت مرشح في كل بطولة. في كل بطولة. في كل بطولة مرشح. زين. نعم. ولكن المنتخب القطري ما كان مرشح. ما كان مرشح. وما كان الإعلام القطري أو الجماهير القطرية تعول على منتخبها أنه يفوز أو أنه يقدم أي نتيجة في هذه الدورة. جاءت المباراة الأولى أمام منتخب الإمارات وقدمت فيها مستوى مميز صراحة في تلك البطولة، فزت بهدفين وكان المنتخب الإماراتي نفس تقريبا نفس التشكيلة التي لعبت في كأس العالم. أعتقد فوز كان أو مباراة أو حضور كان قوي لكم. دائما مثل ما قلت لك المنتخب الكويتي مرشح، دائما المنتخب الكويتي لاعبين المنتخب الكويتي يتعرضون لضغوطات اعلاميه جماهيريه قبل البطوله واثناء البطوله، انه يجب انك انت كلاعب كويتي تثبت نفسك وتثبت حقيقتك في الفوز في دورات الخليج اللي اكبر عدد فوز في هذه البطولات، فشيء طبيعي. يمكن الظروف نوعا ما قبل البطوله ما خدمتنا ان احنا طبعا نكون متفائلين في هذه الدوره أو في هذه المباريات نتيجة بعض الارتباك الفني والإداري في ذاك الوقت، ولكن قدرنا أيضا خبرة اللاعبين أن نفوز في المباراة الأولى. المباراة الأولى تحديدا فوزكم فيها قدمتم مستوى طيب، الجميع أشاد خصوصا فوز على المنتخب الإماراتي. كيف تقيم أداء المنتخب في المباراة الأولى أمام منتخب، خاصة أن أول مباراة وأنت تعرف ذلك هي أصعب دائما؟ لا أشوف أخي جابر في البطولة هذه كان الأمر مختلف، كنا حاسين كذا لاعب ان في مشكله راح تصير، متى راح تكون المشكله ما كنا عارفين التوقيت، ولكن من الاحداث اللي قبل الاستعداد حق البطوله كان في نوعا ما تذمر عدم خبره مدرب المنتخب باولو كامبس في التعامل مع لاعبين المنتخبات، في عدم التعامل لما تكلم عن نادي الشباب السعودي وفوزه مع نادي الشباب السعودي بجداره في بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين في ذاك الوقت اللي هو الدوري الممتاز، تروح تنتقل من نادي إلى منتخب صعبة أنك تشوف نفس الظروف نفس العوامل النجاح، الضغط الجماهيري راح يكون أكثر، الإعلامي راح يكون أكثر، اللاعب مو نفسه، اللغة اللي تستعملها مع لاعب النادي ما تقدر تستعملها مع لاعب المنتخب. كان الخطأ أو كان الناحية السلبية بالمدرب أنه كان يتكلم أي وقت، ما كان متحفظ بالكلام مع اللاعبين، كان يوعد اللاعبين ككل أن الكل راح يلعب في هذه المباراة، تشوف المباريات كل اللاعبين مستعدين للمباراة، تشوفهم بعد المباراة محبطين أن والله المدرب جاني إلى الغرفة وكلمني أني أنا راح أشترك في المباراة، هذا الشيء راح يأثر، إذا ما أثر المباراة الأولى راح يأثر بالثانية، إذا ما أثر بالثانية راح يأثر بالثالثة، وهذا اللي حصل. لعبة الإمارات قدمت مستوى طيب فيها. في جهود اللاعبين. جهود اللاعبين. نعم. خبرة اللاعبين. هني أنت لأن قلت لي في بداية الحلقة أن كامبوس غير في المعسكر التدريب. طريقة التدريب. طريقة التدريب. والآن تقول لي. ولكن طريقة التعامل. التعامل كشفته أكثر. نعم أخوي جابر. لا عفوا أنا كلامك أنت كشفته أكثر في طريقة لما صارت البطولة. نعم شوف لما نتكلم عن طريقة التمرين لا شك أن الطريقة مميزة ومشوقة. أنا أتكلم لك عن تمرين، ولكن أتكلم لك عن أثناء البطولة وجو البطولة ما قدر يتعامل مع اللاعبين، يعني للأسف حتى الجهاز الإداري اللي كان معاه ما ضبط انفعالاته وتحركاته واحتكاكه مع اللاعبين إيجابيا. هبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن الكبير والسلام الحبيشي وحديثنا في حلقة اليوم عن دورة كأس الخليج العربي 11 والتي أقيمت في دولة قطر عام 1992. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف وائل الحبشي، طبعا أنا ولد الكابتن وائل سليمان وفخور أنا أن يكون ولد الكابتن وفخور بالوالد بإنجازات الوالد كأول جول ذهبي بالعالم كأول لاعب مأوي مع المنتخب، وشيء حلو لما أطلع يقولوا لي أنت ولد الكابتن وائل سليمان فهذا مصدر فخر كبير،
ويعطيكم العافية. وائل كرة مع وائل، وائل سمان، وائل بينقلها، يلعبها وائل، حطها جول. الله 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 يا مروي، الله يا مروي، الله. حلوة 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 من وائل إلى مروي، مروي حطها مباشرة على طول. نود حبيتنا من جديد في برنامج كما أول السطر. كابتن وائل سلامة الحبيشي في استوى على المنتخب الإمارات 2-0، وكان في ارتياح من الجمهور، الإعلام أشاد فيه، ودخلنا المنافسة من أول. حسيت الإعلام القطري الآن، أنا حكيت يعني بعد الفوز على الإمارات تحديدا، نعم. حسيت الإعلام الخليجي يقول والله هذا ما هو منتخب الكويت مسهل. أكيد، لأنك فزت على منتخب مميز، منتخب الإماراتي، وما كان أيضا منتخب الإماراتي من المنتخبات السهلة. كان منتخب مميز بنجومه وبعناصره، دائما المنتخب الاماراتي مميز في اي بطوله، وفزنا فيها، وتم طبعا كنا من الفرق المرشحه للفوز بالبطوله. ثم جاءت المباراه الثانيه امام منتخب سلطنه عمان. نتحدث عن مباراه سلطنه عمان. دائما المنتخب العماني، وانت سجلت فيها هدف الفوز. نعم، في اخر ثانيه. في اخر ثانيه. نعم. دائما المنتخب العماني يحرج المنتخب. هذا ثاني مرة بعد الخليج العاشر. هي ثاني مرة نتكلم عن ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، دائما المنتخب العماني يسبب إحراج المنتخب الكويتي، يكون ند عنيد، خصم مو سهل، دائما نشوفه يتألق أمام المنتخب الكويتي بالذات. وإحنا عارفين أي منتخب يفوز على المنتخب الكويتي، أي لاعب يسجل في المنتخب الكويتي، أبواب الشهرة تكون مفتوحة له. أعتقد المنتخب العماني قدم أداء مميز في هذه المباراة، وقدر فعلا يعني يسيطر على المباراة، وقدرنا نحسم المباراة في آخر ثانية من ضربة ركنية سجلتها وتقدمنا إلى المركز. بعرف الهدف اللي سجلته هدف في لحظات صعبة، شلون تقدمت؟ يعني بحكي على الهدف تحديدا أكثر، لأنه ما كان واضح كثير، أنا عرضه ولكن ما كان واضح. هي الكرة كانت ضربة ركنية، فأعتقد لعبها فواز، كان على أساس أن ينفذها فواز بخيت، كرة ثابتة. فبدر فانا كنت عند منطقه 18، ففواز لعبها لبدر حجي، فبدر حجي على طول لعبها داخل 18، فانا اندفعت من الخلف، رحت خط السته براسي وسجلتها. جاءت مباراه قطر، وهني نقول اللي صارت فيها الحوسه. لا، قبل مباراه قطر ابو جابر نتكلم احنا عن بعد فوزنا بالمنتخب العماني، يعني الكثير من المسؤولين القطريين اللي شفناهم بمغر غاونت الفود قالوا خلاص الكاس يبيكم، ما دام سجلتوا في اللحظه الاخيره معناها البطوله لكم. خاصه ان احنا نتكلم اخوي جابر ان احنا حاليا قبل مباراه قطر احنا بالصداره مع المنتخب القطري، المنتخب القطري فاز في مبارتين وحنا فزنا في مبارتين، فالاخوان القطريين يعني ايقنوا تماما ان خلاص المنتخب الكويتي الكاس راح يروح صوبه. هذا الكلام هو بالمعنى إعلامي تخدير أو إعطاء الفريق أكثر ثقة، ولا شنو القصد فيه، ولا كلام طبيعي؟ لا، المنتخب القطري ما كان في المباراتين حتى اللي فاز فيهم ما ظهر بالصورة اللي كان كونه فريق مرشح وفريق مستضيف والمباراة على الأرض وبين جمهوره، ما كان مقدم المستوى اللي مأمول منه. جاءت مباراة قطر وكانت الخسارة الثقيلة، ربما لم يتعرض لها منتخب الكويت على مشاركاته في دورات كأس، أن يخسر منتخب الكويت أمام منتخب قطر بأربعة أهداف مقابل لا شيء وهو الفائز مرتين. هذه المباراة كانت حديث الشارع الرياضي القطري، الخليجي، الكويتي، وسائل الإعلام المختلفة. و
وائل سليمان 4-0، نتيجة قاسية جدا. أنا قلت لك في بداية كلامي في مشكلة راح تنفجر إذا مو المباراة الأولى الثانية، إذا مو الثانية، ولكن كنا متيقنين لأن ابتعاد الجهاز الفني والإداري واللاعبين الكل كان مبتعد عن بعض. للأسف أقولها أن أيضا لاعبي الخبرة تقع علينا المسؤولية الكبرى، المفروض كنا نتعامل وكنا نحتوي المشاكل هذه اللي صارت، سواء تكلم عن وائل سليمان، تكلم عن باسل عبد النبي، سمير سعيد الله يرحمه، محمد إبراهيم، كان مفروض يكون دورنا أكبر وكنا مفروض أن نحتوي، مو الخلاف، نحتوي على الفوضى اللي صارت سواء إدارية أو فنية في هذه البطولة. دخلنا في هذه البطولة ما كنا يعني نتكلم، ما كان في استقرار نفسي، ما كان في استقرار ذهني نتيجة المشاكل اللي صارت قبل المباراة والتذمر من بعض اللاعبين أن المدرب قاعد يوعدنا مو قاعد يشركنا. يعني مو أخي جابر، مو كل مرة الفوز يوحد الصفوف، يعني في مرات نعم تفوز ولكن في تكون عندك مشاكل. نعم المدرب أخطأ أنه كان يوعد كثير من اللاعبين بالمشاركة، وبعد المباراة يروح يبرر لهم أنا ليش بدلتك، أنا ليش لعبتك، أنا ليش استبعدتك، أنا ليش ما لعبتك، وهذا خطأ من خطأ هذا الجهاز الفني. برجع لك، ولكن هذه البطولة أيضا شهدت أيضا ربما يعني ابتعاد مجموعة، يعني ربما اللي شاركوا في كأس الخليج العاشرة شاهدنا كثير من اللاعبين، راشد ليح ما شارك، محمد إبراهيم، محبوب جمعة، ما شارك، محمد إبراهيم ما شارك، ناصر الغانم، مؤيد الحداد، مجموعة من الأسماء لم تخني الذاكرة لم يشارك بالبطولة. أبى أعرف خسرتوا 4-0، شلون الخسارة كانت هذه البيئة؟ يعني أنا شاهدت الحقيقة، عندما راح نشاهد الأهداف في عرض أخونا المخرج نشوف الأهداف، ربما بعض الأهداف سهلة جدا لم تكن ربما. أخي جابر كلامك عدو، ولكن أنت لما تنزل المباراة ذهنك مشتت مو مركز مو مستغر، وأيضا تضيع في أول يمكن بين الشوطين صار الحكي هذا ولا قبل؟ لا قبل، قبل المباراة. أنا كلمتك عن الأحداث اللي لا خلّه، أنا حكي، أنا أبي حكي قبل مباراة قطر، قبل مباراة قطر، قبل ما تدش الملعب. لا شك إن شنو قال لك بكامبس؟ إن المباراة بين فريقين متصدرين. شنو قال لك؟ على الأقل كن إن على الأقل لو نطلع نقطة، لأن إحنا عارفين المنتخب القطري فريق مو سهل، وفريق نعم ما قدم أول مبارتين العرض المأمول منه، ولكن قدر يأخذ الأهم، قدر يأخذ 4 نقاط، فكانت المنافسة بيننا وبينه. أيضا عامل الجمهور، عامل الإعلام أيضا، خاصة أنا معاك لاعبين أول مرة يشاركون، حتى لو ما يشاركون أساسيين، ولكن حتى لو مشاركين كلاعبين احتياط، فأيضا دور الإعلامي نوعا ما أثر على اللاعبين. نتكلم عن لما أقول لك أخوي جابر خبرة اللاعب في مشاركات في دورات الخليج قبل المباراة، شلون تتعامل مع الجمهور، شلون تتعامل مع الأجهزة الإعلامية، يعني معناها في خطأ كان إداري وليس كامبوس يتحمل مسؤولية. أنا كل اللي قاعد تقوله أنا قلت لك، أنا قلت لك في خطأ الكل يتحمل، إداري، لاعبين، فني، ما 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 قلت لك انه يتحمل فقط كامبس، وقلت لك ان احنا اللاعبين الخبره مفروض كنا احنا يمكن نتحمل الجزء الاكبر من هذا الخطا. خسرتوا امام قطر 4-0، شو اللي صار بعد المباراه تحديدا؟ احنا مو خسرنا، احنا نتكلم عن احنا اخوي جابر لما تتكلم انت عن خساره في بعض المباريات ما توفق فيها خلاص، يعني من اول مباراه ما تأدي طريقه سليمه وتخسر، ولكن امام المنتخب القطري يمكن لما نشوف اول نص ساعه والشوط الاول كان ضيعنا ما يغل عن 4 أو 5 أهداف، وكنا احنا مسيطرين، ولكن احنا طبعا لما انت ما تسجل في اول فرصه وثاني فرصه وثالث فرصه ومن فرصه يصير عليك هدف، لا شك انك انت راح تندفع. حبيتنا بكل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن الكبير وائل سليمان الحبشي، وحديثنا في حلقه اليوم عن دوره كاس الخليج 11 والتي قيمت في دوله قطر عام 1992. السلام عليكم، انا بسم الله الرحمن الرحيم رفعت عبد المقصود
عامل نادي الجهرة، أنا الحتة الكابتن وائل وهو لاعب في النادي، ونعم الخلق ونعم الأدب والاحترام ونعم الرجولة في الملعب وائل سليمان، ولحقته وعصرته في المنتخب الكويتي، يعني نعم الرجولة في كرة القدم، وكان راجل يعني فدا للمنتخب الكويتي، لاعب زين ولاعب محترم وعلى خلق عالي يعني، وما قصر في منتخب الكويت ونادي الجهرة، وإداري وصل نادي الجهرة إداري راجل محترم وراجل زوج، وتعامل في كل لحظات كويسة معانا، راجل محترم جدا يعني كابتن وائل. وأنا الحتة الهدف الذهبي اللي جابه زمان من أول هدف على مستوى الفيفا يتحسب للكابتن وائل سليمان بهدف الذهبي، ويعني راجل يعني كله أخلاق وكله حب لنادي الجهرة، ويتكلم على منتخب الكويت بحب وأمانة يعني، والراجل ما قصر في أي شيء في الرياضة الكويتية يعني. وإن شاء الله نتمنى له حياة توفيق عالية، ونتمنى له في الرياضة الكويتية يكون واخد مجاله قو 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 الكابتن وائل. راجل يستاهل. ولحقته وهو جيل نواف جديل، خالد جد الله، فلاح دبشة، وائل سليمان، خالد عواد، جميع الربع كلهم، فلاح دبشة وكلهم والله، وسلامة هادي، وكان من نعم الأدب والاحترام الكابتن وائل. نود حبتنا من جديد في برنامجك أول السطر، أنا قاطعتك المعذرة، تفضل. فلما تسجل عليك من هجمة وحيدة في بعد ما ضيع هذه الفرص، شيء طبيعي إنك راح تتأثر، راح تندفع للتعويض، وهذا اللي حصل. نحن اندفعنا للتعويض، وأقول لك إنه يمكن المباراة هذه قدر المنتخب قطر إنه يتفوق عليها، مو فنياً ولكن باستغلال الفرص. شو اللي صار بعد المباراة أنا بفهم؟ لا تفتش الفريق خلاص، يعني مع أن كنا داخل المنافسة، ولكن خلاص شفنا يعني تفكك فني، إداري، لاعبين، للأسف ما حد قدر يحتوي الثاني. يعني هذه الخسارة ربما أيضا يعني كنت تقدر، الأمل لا زال باقي. لا زال موجود. لدليل أن المنتخب القطري فاز بالبطولة خسر أمام السعودية. والمنتخب السعودي ما كان في أفضل حالاته في هذه الدورة أيضا. زين، شو اللي حصل؟ الإدارة أهملت الفريق، ما قعدتوا أنتوا كلاعبين خبرة، قعدتوا أنا قلت في هذه الدورة ما عملوا قعدتوا خجابر في هذه الدورة، من يتحمل مسؤولية هم لاعبين الخبرة وأنا منهم. المفروض كان يكون هذا شجاع منك. نعم، المفروض كان يتحمل مسؤولية ضمنها. المفروض أن دورنا يكون أكبر، المفروض أن دورنا يكون أكبر من الجهاز الإداري والجهاز الفني، لأن حنا بالأخير الورقة الأهم، حنا بالأخير اللاعبين اللي نقدر نغنى المدرب. ما كان لك رأي كابتن واسلم؟ ما تحكيت؟ ما كان لك وجهة نظر؟ يعني شوف، في دورات أخوي جابر خلاص تفلت منك الأمور، خلاص يعني تشوف أن الوضع فقد السيطرة عليه، وهذه من الدورات اللي يمكن واحد حتى فقد السيطرة على نفسه بعد، مو على اللاعبين. فأنت لما تفقد السيطرة على نفسك ما تقدر تسيطر أو أنك تغنع الأطراف الثانية. ثم جاءت المباراة السعودية، كان السعودية في أسوأ حالاته في هذه البطولة كمستوى لاعبين أو المستوى. يعني غير كارلس كامبوس، شال لاعبين، لعب فلاح، غير بس ما كان لعب فايز لفليت، بس ما كان يعني شوف، العملية ما كانت عملية تغيير لاعبين، كانت مفروض أن يكون عملية تغيير فكر، تغيير نمط معين. بقى كما هو الروح النظامية كانت موجودة عند الفريق الأساسي أو الاحتياط أو اللي عند المدرج، كان في روح نظامية موجودة. خسرت أمام السعودية. نعم. ما قدمت مستوى نهائيا، خلاص الثلاث مباريات هذه اللي بعدها خلاص ما قدمنا اي شيء فيها، ولا استطاع الجهاز الاداري ولا الفريق انه يقدر يحل المشكله. شنو المشكله في الموضوع؟ لا، كان مثل ما قلت، كان الكل تباعد، ثلاث اطراف كانت متباعده نهائيا، وهذا سبب رئيسي في النتائج. كيف شيء طبيعي. جاءت المباراه الاخرى امام منتخب البحرين وايضا خسرها. خسرت. نعم.
ليش الاستسلام كان في المباراتين؟ يعني كان وايد استسلام حسب مشاهدتنا للمباريات. شوف خجابر يعني في بعض المباريات ودك تسوي شيء ودك يعني شوف هذه البطولة يعني أشبهها في نهائيات كأس آسيا في قطر 88 نفس الأحداث. شنو الشبه؟ نفس الأحداث ما كان في ترابط، كانت في مشاكل إدارية فنية لاعبين، مع أنك ودك أنت وأيضا أشبهها في دورة الخليجي التاسعة في المملكة العربية السعودية نفس الأحداث بالضبط. في بعض المباريات بعض البطولات تخرج عن السيطرة سواء الجهاز الفني الجهاز الإداري أو اللاعبين، فهذه ثلاث بطولات حالات مشابهة اللي صار معانا في خليج 11. بس أنت على الكلام اللي قاعد تقول أنا أعتقد أن الإدارة كانت تتحمل مسؤولية أكثر من الكل يتحمل اللاعبين. أنا أقول لك اللاعبين الخبرة في أي بطولة في أي مباراة يجب أن يكون لهم دور بغض النظر عن إمكانيات الفريق إمكانيات الاتحاد الإمكانيات الفنية، يبقى الكلمة لفصل اللاعبين الخبرة في داخل الملعب في خارج الملعب شيء طبيعي. لما يكون في مدرب عندك أو جهاز فني شيء طبيعي أنه توقع 80% أنه ما يكون على حسب المأمول. الإداريين شيء طبيعي أنه في بعض الإداريين ما يكونون على مستوى المؤهل الإداري أنهم يديرون فريق أو يديرون منتخب، فالدور يكون هنا على منو؟ على لاعبين الخبرة وهم اللي يحققون النتائج ويثبتون ويغيرون هذا النظام وهذا الفكر. هل هذا لاعبين الخبرة تعتقد ما كان بينهم ترابط كثير؟ هذا سبب رئيسي؟ والله أخوي جابر المشكلة أبعاد عن بعض؟ المشكلة أنه لا ما كنا بعاد عن بعض، المشكلة أنه كنا قراب عن بعض هاي وكنا نقعد مع بعض وكنا، بس مثل ما قلت لك يعني في بعض الأمور تطلع عن السيطرة وما قدرنا نحتويها. بفهم شنو تطلع عن السيطرة؟ وضح لي إياها أكثر. شوف ما اقدر يعني شوف لما اقول لك تطلع عن السيطره يعني في بعض اللاعبين خلاص يعني مثلا لما لا مدرب يجيك يقول لك والله بتلعب مباراه مرتين ما تقدر تروح حق اللاعب مره ثانيه تقول له ما يخالف راح تاخذ فرصتك والمدرب راح يعطيك، خلاص المدرب اللاعب فقد الثقه بالجهاز الفني ما راح يثق فيك. معناه يطيح احنا بالحكي العام يطيح الكلفه كاموس للاعبين بزياده. يطيح الكلفه نعم يطيح الكلفه صح. ما اصبح في حاجز لا ما اصبح في حاجز. هذا بعكس طبعا بعكس لفنسكي ما اصبح في حاجز هذا عكس لفنسكي اقصد. نعم صح هذا يعني العكس. شوف الفرق يعني المدربين نعم خليك قريب عندهم ولكن بحدود، في امور لازمك ما انما يتعدونها ولا انت تتعداها، لازم يكون ولكنك انت تكون قريب حيل واللاعبين يكون قريب عندك. يعني البعض يشوفها أنها والله إيجابية، لا هي ما هي إيجابية، أعتقد أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها. خليجي 11 و9 متشابهة في الأحداث جدا في الأمور جدا مو بعيدة عن بعض، ودليل النتائج نتائج قبل الأخير وقبل الأخير، المستوى نفس الشيء، الأداء نفس الشيء، الروح نفس الشيء، الروح الانهزامية نفس الشيء، الجهاز الفني نفس الشيء، فهذا اللي أثر للأسف. هذا اللي كان له تأثير سلبي جدا على أداء المنتخب في كأس في دورة كأس الخليج 11. خرجتوا من البطولة وسط سياق كبير وفي تلك المرحلة قالوا الاتحاد احنا راح نشوف من المتسبب وحكي اللجان وتكوين اللجان كالعادة حكي كله يعني حكي لا ما منه فائدة ونقول ما أخذ خيره. أخوي جابر لما واحد يقول لك تشكيل لجان معناه أعتبر الموضوع عنده خلاص فما تم ما تم ما تم عليه شيء في تلك المرحلة. تم إنهاء عقد كامبوس فقط. إيه نعم بس واستبعاد بعض اللاعبين ترى استبعاد بعض اللاعبين وإنهاء عقد كامبوس. ونفس الشيء وللأسف يعني في معنا في 92 يعني كان جيل عناصر طيبة أولمبياد سيدني برشلونة عفوا وقدموا طبعا أداء مميز ولكن ما تم إعطاهم الفرصة بشكل صحيح. يعني هذا اللي حصل عندهم في تلك المرحلة كان مفروض إنه جيل برشلونه على وهذا اللي سمعناه منه. وهذا اللي سمعناه قبل لا نروح معسكر فرنسا ان آن الاوان نعطي لاعبين النجوم اللي اثبتوا نفسهم في اولمبياد برشلونه الحصه الاكبر في المنافسه على البطولات القادمه ونطعم الفريق ثلاث اربع لاعبين فقط كون ان اللي يحسب لهم ان كانوا مجموعه واحده. اخوي جابر لما تكون مجموعه واحده تأهلت مع بعض حققت إنجاز هذا يساعدك أنك تحقق إنجازات أكثر، ولكن اللي صار العكس للأسف. حبيت في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن الكبير والي سليمان الحبشي وحديثنا في دورة كأس الخليج العربي 11 والتي تمت في دولة قطر عام 1992.
السلام عليكم، اسمي سليمان خالد الحبشي، كابتن وائل عمي وبحسبة أبوي ومثابة الصديق، استفدت وما زلت أستفيد منه بالكثير من الأمور. كابتن وائل كان قائد منتخب الكويت وقائد نادي الجهراء خلال حقبة كانت ذهبية خصوصا لنادي الجهراء، له العديد من الإنجازات منها وصوله إلى 100 مباراة دولية بالإضافة لأول هدف ذهبي بالعالم. للأسف كان ودي أني ألحق على الحقبة هذه، بس وقتها كنت صغير، فحيرنا نفتخر بإنجازات كابتن وائل وحنا متابعين، يعني كنا متابعين مبارياته وإنجازاته بالنغر التلفزيوني أو سواء باليوتيوب أو وسائل التواصل، وبالعكس هذا شيء يحسسنا بالفخر. وائل كرة مع وائل، وائل سليمان، وائل بينقلها يلعبها وائل حطها جول. الله 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 يا مروي، الله يا مروي، الله. حلوة 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 من وائل إلى مروي، مروي حطها مباشرة عبوك. نود حبتنا من جديد وحديثنا دورة كأس الخليج 11 والتي قيمت في دولة قطر الشقيقة عام 1992 الكابتن الكبير وائل سليمان الذي شارك في 6 بطولات خليجية. حكيت حكوي قبل الفاصل، قلت كلام طيب انه كان المفروض ان جيل برشلونة يعطونا فرصة لاستمرار التألق، هذا كان وهذا ربما اخطأ، ويعطونا فرصة هذا اللي كان مخطط له وهذا اللي بلغنا فيه، وانا من الناس اللي قالوا لي اني كنت واحد من 3 أو 4 لاعبين اللي راح يتم اختيارك فقط من الجيل القديم. الجيل القديم يعني انا بلغت شخصيا من الاتحاد الكويتي اللي كان انت من اللاعبين اللي راح يتم اختيارك، يتم بقاء 4 لاعبين من جيل برشلونه، 3 أو 4 لاعبين فقط، وهذا الجيل راح هو اللي يكون بناء الكره الكويتيه وبناء. ولكن في الاختيار تفاجئنا ان نفس اللاعبين وخذوا من لاعبين برشلونه، يمكن فانعكست الآية للأسف. هذا اللي تحكي عنه الكلام اللي قاعد تقوله الآن أنت، الآن نفس ما حصل في جيل سيدني. نعم. قبل كأس أمم آسيا في لبنان عام 2000 المدرب دوشان. نعم. وهذا اللي تم خطأ فيه، جيل متألق وما تم اختيار ربما إلا لاعبين أو 3 فقط من الفريق. شوف أخو جابر، إحنا للأسف إحنا ما نحمل الجهاز الفني، الجهاز الفني الاتحاد مفروض يكيف نفسه على قرارات وخطة الاتحادات. ما أجي والله أنا أقول اختيار لاعبين، لا، أنا لازم إنه في لما اختار جهاز فني لازم اني احدد له الهدف، احدد له الخطه، ان في عندي جيل واعد صاعد، ابي مثلا يعطيني لعشر سنوات قدام. نعم لاعبين الخبره ضروريين، ولكن يجب انك انت تركز على العناصر هذه واللاعبين هذه. ولكن للاسف ان دائما احنا نمشي، الاتحاد يمشي بخططه على راي الجهاز الفني، وهذا خطا. هذا خطا. نعم اكيد خطا. دوله قطر نجحت في استضافه البطوله في تلك المرحله. قطر ناجحه بكل شيء، سواء في هذه الدورة أو في الدورات السابقة أو الحالية أو اللي راح تنظمها. حفل الافتتاح كان جيد. والله شيء مميز طبعاً، أي بطولة في قطر، قطر سباقة في تنظيم هذه البطولة. تعتبر هذه البطولة من دورات أيضاً اللي ما تحب تذكرها؟ لا والله 3 ما أحب أذكرها صراحة. مثل ما قلت 3 المركز الأخير و3 المركز الأول، فالنقيض صراحة.
في تلك البطولة أيضا في دورة كأس الخليج 11 عندما حقق منتخب قطر أول كأس للمرة الأولى، كسر احتكار المنتخبات الكويت على الفوز في الكأس والعراق أيضا. هذا كان بداية جيل جديد للكرة القطرية أكيد في تلك المرحلة. دائما أخي جابر أنا مثل ما قلت لك المشاركة في دورات الخليج والفوز في كأس البطولة يعطيك نقطة انطلاق إلى العالمية كلاعب. شفنا قطر أكثر. شفنا قطر بعد الفوز لغاية اليوم قطر قاعدة تقدم أداء مميز، تعد منتخبات مميزة، تخرج لاعبين مميزين، والدليل لما نشوف فوزهم في كأس آسيا مع أنهم ما كانوا مرشحين، ما كان عندهم النجوم اللي كانوا مشهورين ومعروفين، ولكن يعني أنا متأكد أن فوز قطر في هذه البطولة 92 كانت نقطة الانطلاق لتحقيق البطولات والإنجازات. المنظومة القطرية أصلاً لكل دام طريت على دولة قطر، المنظومة القطرية للرياضة لا شك منظومة متكاملة إلى جميع المستويات على مستوى كامل. لأنها بعيدة عن المصالح. نعم يعني يعملون لصالح الرياضة القطرية. نعم. تحدثنا من يدعم الرياضة شيخ. نعم. جاسم بن حمد، شيخ جوعان بن حمد، وأيضا الشيخ حمد بن خليفة كرئيس اتحاد كرة القدم القطري، وهم الشخصيات المميزة الثرية يعني. وفترة طويلة استلم الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة. نعم. الشخصيات المميزة ومع أن يعني لي شرف أني أنا زاملته في اللعب في نادي الريان. بقول لي شغلة صج الآن. نعم. إذا مطريت على قطر، أنت لعبت مع الشيخ حمد بن خليفة. نعم. في نادي الريان. نعم. في نادي الريان كان لاعب مميز. زين لاعب زين كان لاعب وسط. نعم. كان لاعب وسط صانع ألعاب بعد. اي نعم. يعني نفس الخط اللي تلعب معاه ولا لعب دفاع؟ لا لعب دفاع ومرات كنت تلعب وسط، فكان من اللاعبين المميزين صراحه. كان لاعب زين. وبعدين يعني شوف لما تكلم عن الاستقرار، يمكن الشيخ حمد بن خليفه يمكن استمر فتره طويله، يمكن كان عليه ضغوطات جماهيريه واعلاميه، ولكن ما سمعنا عنه تصريح، ما سمعنا عنه اي انفعال، ما سمعنا عن أي ردة فعل. كان الحقيقة. صاحب قرار، كان متميز، وفعلا اليوم نشوف النجاحات اللي حققتها الكرة أيضا القطرية. حمد بن خليفة يملك إنجاز. عقلية أيضا عقلية نعم عقلية صراحة عقلية يعني كبيرة. الشيخ حمد يعني من الشباب الواعد اللي ما يعرفه يمكن قريب عنده، يعني فعلا رجل طموح، رجل يمكن يحط له نظرة، يحط له أهداف، يحط له خطط لقدام. ايضا يعتمد على اشخاص لهم كفاءه، ما يعتمد على المحسوبيه ولا يعتمد على الامور اللي تخرب الشغل عنده او كمحسوبيات او كمعرفه اني احط والله فلان مغرب عندي. يستاهل بخليل. يستاهل والله. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم جديد في برنامجكم أول السطر مع الكابتن الكبير وائل سليمان الحبشي، وحديثنا عن دوره كاس الخليج 11 والتي قيمت في دوله قطر عام 1992. وائل كرة مع وائل سليمان، وائل بينقلها بيلعبها وائل حطها جول. الله 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 يا مروي الله يا مروي الله. حلوة 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 من وائل إلى مروي مروي. We'll be right back.
احبتنا في كل مكان، نعود معكم بجديد في برنامجكم اول السطر. انا الكابتن الكبير وائل اسلام الحبشي، وحديثنا عن دوره كاس الخليج 11 والتي اقيمت في دوله قطر عام 1992. البطوله قيمه ربما في استاد خليفه، صح؟ اي نعم، لم تخني الذاكره. نعم، انت متعود على استاد خليفه، لعبت فيه من قبل. لعبت فيه نهائيا. نهائيا اللي هم كاس الامير في قطر، لعبت نادي الريان سنه 90. اول مباراه لعبتها كانت النهائي، وايضا بعد استمراري معاهم صعدنا للنهائي وخسرنا في البطولتين. تحدث كابتن اسلام الحبشي في حلقتين متتاليتين، لكن شاركت في 6 دورات خليجيه، ما شاء الله تاريخ طويل في دورات كاس الخليج. دورات كاس الخليج، ان سالتك بين الست شنو الدوره اللي تحبها اكثر؟ كل الدورات. كل الدورات. نعم، لان كاس الخليج مثل ما يقول لك عيالك، شو تحب واحد يقول احب كل. لا، كل الدورات صراحه، كل دوره. نعم، يمكن في دورات لها سلبيات، ولكن التجمع والجماهير والاعلام والجو العام مال البطوله، يعني ودك انك تشارك في كل بطوله. ليش الناس اغلب اللاعبين رغم يشارك في كثير من البطولات ولكن يعشق دورات كاس الخليج؟ مو بس اللاعبين، الجماهير، حتى الاعلام، الشخصيات، الكل يترقب دوره الخليج على يمكن ظروفها وعلى يمكن مكان اقامتها وعلى عدد الفرق، ولكن تبقى دورة الخليج لها طابع خاص ومميز. احنا لما نشوف يمكن نتكلم الحين مثلا عن التصفيات كاس اسيا وكاس العالم، ما نشوف التفاعل ولا نشوف الاهتمام، ولكن دورات كاس الخليج لا، نشوف التفاعل والاهتمام من جميع الاطراف. نتمنى ذلك ان شاء الله، يعني دول مجلس التعاون الخليجي ترتقي الرياضه، وعندما ترتقي الرياضه في دول مجلس التعاون الخليجي كل هذا يساعد على الرقي في الرياضه الخليجيه. وعاده احنا نقول دائما بشكل عام المحبه الخليجيه والتعاون الخليجي والاسره الخليجيه التي تجمعنا دائما في مناسبات عديده، وكما رسخها سيدي امير البلاد حفظه الله ورعاه دائما في خطاباته الساميه على اللحمه الخليجيه الجميله التي تجمع ابناء دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شك كل هذا يساعد على الرقي في الرياضه الخليجيه والوصول فيها الى المستوى المأمول. كابتن وائل اسلام الحبشي، بكلمه اخيره. اشكركم على هذا البرنامج يا اخو جابر، وان شاء الله نتمنى ايضا نشوف برامج مميزه من تلفزيون الكويت مثل ما عودنا. شكرا لك. حبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهايه برنامجكم اول السطر. كان ضيفي في حلقه اليوم الكابتن الكبير وائل اسلام الحبشي، من شارك في 6 دورات خليجيه، وحديثنا كان في حلقه اليوم عن بطوله كاس الخليج العربي 11 والتي اقيمت في دوله قطر عام 1992. باذن الله تعالى الاسبوع القادم نلتقي في حلقه جديده. حفظ الله هذا الوطن ورمز الشعب مكر المكروه، ودبيت في صلاتكم ان الله يحفظكم كل شر. القاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. فالكم طيب ان شاء الله اليوم، ودوم مع السلامه. اللاعب في عرض الملعب، كره خطره، كره بسيطه، وضع الجول دقيق، كره تعبه.